لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلا الغد من لندن عمر بشير ومن باريس بلقيس النحاس. أبدأ معك عمر، إذن منذ بداية هذه الحرب التفاعل البريطاني كان كبيرا، فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وأيضا التصريحات من قبل سواء كان وزارة الخارجية البريطانية أو وزارة الدفاع أو رئاسة الحكومة. ماذا عن وزارة الدفاع اليوم؟ ماذا تقول عن سير العمليات العسكرية؟ وزارة الدفاع البريطانية في التحديث اليومي لتطور المعركة على الأرض قالت إن القوات الروسية تقدمت ببطء شديد في الأماكن التي تحاول أن تتقدم فيها، وهذا التقدم يمكن أن يوصف بأنه إعادة تموضع، كما أن الصد الأوكراني كان محكما أمام المحاولات الروسية للوصول إلى ماريوبول الجنوبية، بالإضافة إلى أن القصف الروسي العشوائي تسبب في نزوح 10 ملايين إنسان داخل أوكرانيا بالانتقال من الأماكن غير الآمنة إلى الهرب غربا ناحية الأماكن الأكثر أمنا إلى الآن. هذا التحديث يومي يأتي من وزارة الدفاع وبالتنسيق مع الاستخبارات البريطانية. لكن يوم أمس في زيارة غير معلنة غير رسمية غير مجدولة كان هنا وزير الدفاع الأوكراني والتقى بوزير الدفاع البريطاني بن والس، والتقى أيضا بوزيرة الخارجية البريطانية. الوزيرة نشرت صورة واحدة على تويتر على حسابها الرسمي أوضحت فيها عن سعادتها بلقاء وزير الدفاع الأوكراني الليلة الماضية أو مساء الأمس، وقالت إن هذه الزيارة تأتي لتأكيد الدعم البريطاني لأوكرانيا في الاستمرار في الدعم الدفاعي بالمعدات العسكرية الدفاعية، وأن بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا في فرض عقوبات على روسيا. نفس التغريدة جاءت على صفحة وزير الدفاع الأوكراني الذي قال إنه سعد بلقاء وزير الدفاع البريطاني هنا في لندن، وقال إن بعد 25 يوم من الحرب أن أوكرانيا نجحت في تدمير 1500 دبابة روسية وشكر بريطانيا على دعمها. ابقى معنا عمر بشير، انتقل لبلقيس النحاس. بلقيس، الموقف فرنسيا اليوم مع استمرار هذه الحرب فيما يتعلق بالشق الإنساني وأيضا على صعيد سياسي؟ لعل أبرز يعني تحركات كانت حازم البارحة عندما تم طبعا إعلان وزارة الخارجية الفرنسية عن إرسال حوالي 55 طنا من المساعدات الإنسانية طبعا على طائرة شحن محملة بمعدات طبية وأيضا مولدات كهربائية وأيضا أجهزة محمول إلى طبعا إلى بولندا من باريس إلى وارسو، وهي من ضمن أيضا المساعدات الإنسانية التي تم طبعا إرسالها في السابق والتي تم الإعلان عنها مسبقا حوالي 100 مليون أيضا يورو. اليوم هذه ال 55 طنا يعني تقدر بحوالي 2.4 أيضا مليون يورو، وبالتالي كلها هي مساعدات إنسانية، حيث هذا ما تستطيع فرنسا للآن تقديمه من سواء من مساعدات إنسانية أو مالية أو دعم حتى الجيش الأوكراني بمعدات دفاعية، وأيضا حزم العقوبات والتنسيق بشأنها مع الجانب الأوروبي وأيضا الجانب الغربي من خلال سواء مكالمة هاتفية كانت البارحة قد جمعت جو بايدن وبوريس جونسون وأيضا ماريو دراغي وألف شولز وأيضا ماكرون، والتي كانت أيضا للتنسيق من أجل حزم عقوبات مع أيضا اجتماعات ثنائية وأيضا مختلفة في الاجتماع الذي حصل البارحة مع وزراء الخارجية الأوروبيون، وبالتالي كان هنالك تنسيق يعني ما زالت يعني فرنسا تعمل على تنسيق سواء كانت على مستوى أوروبي أو حتى غربي. حازم، هل تحدث المحللون عن لماذا لم تتوصل حتى الآن الدبلوماسية الغربية وتحديدا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنهاء ووقف التصعيد ووقف الحرب الآن الدائرة في أوكرانيا؟
طبعا حازم، لأن الوساطة يعني دائما عندما يكون هنالك وساطة فالطرف الذي يتوسط بين طرفين إن لم يتم التسوية بين الطرفين، يعني إن كان طرف من الأطراف غير موافق فلا يستطيع الوسيط فعل أي شيء، بالرغم من يعني أن المطالب يعني واضحة للجانب الروسي والذي لا يتنازل عنها للآن، وفي نفس الوقت الجانب الأوكراني لا يريد الآن التنازل أو على سبيل المثال أقل بند يعني طلبه الجانب الروسي هو حياد أوكرانيا ونزع السلاح. الجانب الأوكراني لا يرى أن هذا الخيار مقبول بعد كل هذا التضحيات التي قدمها يعني سواء كان المواطنون الأوكراني الذين الآن فروا هاربون من العمليات العسكرية والدمار أيضا الذي حل على طبعا المواطنين والمنشآت والبنى التحتية، وبالتالي هنالك تدمير شبه جزئي لبعض الأماكن، وهذا ما يعني يستبعده الجانب الأوكراني. في نفس الوقت الجانب الروسي متزمت، لعل الوساطة يعني دائما تحاول لعب دور من أجل تخفيف حدة يعني التوتر أو حدة يعني الموقف من كلا الطرفين، ولكن للآن ليست فقط الوساطة الفرنسية، هنالك الوساطة أيضا التركية والوساطة الإسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، للآن لم تفلح أي إحدى هذه الوساطات بالوصول فقط للنقطة مبدئية هي وقف إطلاق النار للآن، ولكن الجانب الفرنسي ما زال يعتبر أن الدبلوماسية يجب أن تكون مطروحة ودائما مفتوح الباب لها من أجل أي يعني أي خطوة في المستقبل أن يكون هنالك دائما خط للعودة، ووقف إطلاق النار هو أول ما تطالب به فرنسا وللآن لم يتم للآن. نعم عمر بشير، أنتقل لك فيما ذكرت بلقيس فيما يتعلق بالشق السياسي واستمرار المفاوضات على أمل النجاح بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، ماذا عن الموقف البريطاني الذي يعتبر متزمتا بعض الشيء بالعلاقة مع روسيا مثلا والدعوة للقطيعة بشكل تام وألا تعود العلاقات أوروبيا وروسيا كما كانت عليه بعد 2014 وأزمة شبه جزيرة القرم؟ صحيح ما قلت حازم، لكن يضاف إليه أن بريطانيا أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا رغم كل التصريحات شديدة اللهجة والعقوبات الخارجة من بريطانيا تجاه روسيا، لكن باب الدبلوماسية لم يغلق، هذا ما كان يؤكده دائما المسؤولون البريطانيون هنا. فأي جهود سياسية لحل هذه الأزمة، أي لقاء منتظر أو متوقع بين الرئيسين الأوكراني والروسي روسي، بريطانيا ترحب بكل هذه الآليات، ولكن هذا لا يعني أن هذه الأزمة إذا ما حلت سريعا أو متأخرا، هذه الأزمة بالتأكيد يجب أن تصل إلى نهاية، لكن مهما كان شكل هذا الحل بريطانيا تريد أن تطوي صفحة ما وصفته بالابتزاز الروسي في الاقتصاد الأوروبي. أوروبا تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة وهذا لم يعد خافيا على أحد، الطاقة الروسية وبريطانيا أيضا، والتالي تبحث القارة الأوروبية بزعامة بريطانيا أو بريطانيا بالأساس تبحث الآن عن بدائل أخرى طويلة الأمد لطي صفحة الابتزاز الروسي كما تصفه بريطانيا في الضغط من خلال هذه الملفات. بريطانيا ترى أن الغرب أخطأ عندما قامت روسيا في العام 2014 بالسيطرة على شبه جزيرة القرم بإبقاء العلاقات الاقتصادية، بل بتكثيف هذه العلاقات الاقتصادية بشكل خاص في استيراد الوقود من روسيا. يجب على أوروبا الآن أن تنتقل إلى بدائل وتؤسس أرضيات لإيصال الغاز ببدائل أخرى لا علاقة لروسيا بها كي تضعف ورقة ضغط روسيا تجاه القارة الأوروبية ألا وهي الطاقة، وأي كي تضعف أيضا الاقتصاد الروسي الذي تراه بريطانيا يدعم آلة الحرب الروسية. لذلك فرضت بريطانيا عقوبات شديدة على رجال أعمال أثرياء جدا في بريطانيا لهم علاقة مباشرة كما تقول المملكة المتحدة بشخص الرئيس الروسي ويؤيدون عمليات. أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد من لندن عمر بشير، ومن باريس بلقيس النحاس، شكرا جزيلا لكم.